يعني هتقدم نفسك للاستاذ زكريا بصفتك ايه؟ يعني ايه بصفتي ايه؟ مثلا يعني هتقول له انا فلان الفلاني اللي ورثت 2 مليون دولار عشان صابر دخل السجن؟ لا طبعا. هقول له انا فلان الفلاني ابن فلان الفلاني اللي دراستي كذا ومشاريع للمستقبل كيت. انا بقى اللي يهمني الكيت دي. اشمعنى يعني؟ عشان عايز اشوف مستقبلي. عايز اشوف هتاخد الفلوس وتشغلها هنا ولا هتاخدها وتاخد عروستك وتقوم مسافر. من جهه تشتغل بالفلوس هنا ده اللي انا ناوي عليه، لكن كونك تشتغل عندي دي اللي فيها شك. فيها شك؟ انا كنت متصور ان ده اللي هيحصل برضه، لكن ما تخافش مسيرك هتحتاج لي. اللي يعرف شلبي ما يبطلوش ابدا. بقى كل ده يحصل من ورايا وانا مش عارف. على العموم يا فندم احنا ملناش بركه غير حضرتك. شوف يا ابني، نبيلة مش صغيرة زي ما انت عارف، دي بنتي الوحيدة وسعادتها أهم حاجة عندي في الدنيا، ومادام هي اللي اختارت يبقى خلاص على خيرة الله. مبروك. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا عمي. وعلى كل حال المحامي هيكون هنا بعد يومين ثلاثة، وسيادتك لو حبيت يعني. يا ابني الفلوس مش هي كل حاجة، وكمان الحمد لله نبيلة مش محتاجة ولا حاجة أبدا. طيب حاضر، أنا جاي حالا عن إذنكم. مبروك يا نبيلة. مالك مش فرحانة ليه؟ لا أبدا مفيش، بس حكاية صابر اللي حصلت له النهاردة دي مضايقاني شوية. هي فعلا حاجة تضايق. أنا مش مصدقة أبدا إن صابر يعمل كده. لا صدقي، في ناس كويسين قوي بس للأسف بيبقى عندهم الحكاية دي مرض. مسكينة سامية. خد بكرة الصبح تنزل تبيع دول، تدفع له الكفالة وتوكل له أكبر محامي. حد يقول على الأستاذ صابر اللي أشرف من الشرف نفسه يقولوا علينا الشاد. معلش بيصير الحق يبان. ما تخلصنا يا جدع أنت، كفاية أنا عشان أقف ولا إيه؟ لا حاجة تجيني يا أخي. لا مش معقول، مش عادي يا أخي. تعالى هنا، ده فين كان؟ انا مالك؟ ده انا شيل ثلاثة يا استاذ، شهامة وشجاعة ومش هتنشلش ابدا. يا حرامي يا مقطوع الايد. ما انا حرامي. حرامي لا لسه موجود في الحجز. ليه؟ حضرتك ابن عمي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايوه محفظته اتنشلت على نفس الخط اللي اتنشلت فيه محفظتي. يعني حضرتك لو شفت الحرامي تقدر تتعرف عليه؟ ايوه يا فندم اتعرف عليه طبعا، ده انا حاولت اجري وراه وانا بعد ما نزلت من الاتوبيس ما امكنيش امسكه. عسكري انده لي صابر من الحجز. حاضر فندم. حضرتك متاكد؟ ايوه يا فندم متاكد طبعا. يعني عارف شكله كويس؟ يعني عارف شكله في وسط 1000 نفر هطلعه. ده عايز صابر. لا يا فندم مش هو ده خالص. لا متاكد انه مش هو يا فندم؟ متاكد والله مش هو. ايه الحكايه؟ اسكت انت. حضرتك متاكد تماما؟ يعني صغير شويه مش ده. لا طب كمل يا عسكري. عسكري يا رنا في الحجز تاني. انا قاعد في الحجز براحتكم. هاي يا فندم متشكرين قوي. طيب يا فندم شكرا. طيب السلام. انا بقيت همي بس ان انا ايه ده؟ انت رجعت تاني؟ انت عارف يا بيه باجي اسلم عليك. ايه ده؟ ايه الحكايه دي؟ طب افتح حضرته هو بيحاول ينشلني. ما كانش عارف انا مين. شين ثلاثه، شهامه، شجاعه، مش هتنشلش ابدا. ما انا كمان حط ثلاثه، حرامي، حمار. هتوب يا بيه خلاص. ايه ظابط؟ هو ده الحرامي. مش بقول لك هو ده؟ عارف؟ محفظه.
محفظتي يا حرام الله يخرب بيتك. طيب 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 خلاص محفظتي. طيب اتفضل سيادتك روح عند ضابط طباطش يعمل لك محفظه. اتفضل. لا اتفضل. طيب حاضر. يا عسكري انده لي صابر بالحبس. حاضر. صابر؟ صابر انا فهمت ايه بالظبط اللي حصل دلوقتي. ايه يا بيه حصل؟ سيادتك نشلت المحفظه ورحت حطيتها في جيب صابر. يا صابر ملوش دعوه. منك مش هي دي طريقتك في النشل؟ ها؟ يعني لو كان مشي كنت هتمشي وراه وتروح نشيلها منه تاني. بريء يا بيه. انا في ايه يا بيه؟ ما انا قاعد براحتي في الحبس. انت تعرف الجدع ده؟ شلب يا حبيبي. لا 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 لا, لا مش شلب. تعرف الاخ ده؟ ايوه ما هو ده اللي كان لازق جنبي في الاوتوبيس يا بيه. وقعد يقول فتشوني عشان خاطر يروح يجيب الدواء لابوك. ازاي يا ابوك؟ كويس بيسلم عليك الحمد لله. بقى كويس وبيسرق عادي. لا الحمد لله. الحقيقه بانت. انت بقى هتقول الحقيقه كده ببساطه وبصدق ولا؟ لا بلاش ولا يا بيه. ايوه كده انا عارف. ولا دي هي اللي خلت عينيا. ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ ولا حاجه يا بيه. اصلي يعني انا وانا راكب واخدت المحفظه لقيت البيه ابيض. صحيت السوابق بتاعته ما فيش خالص. وانا سوابقي سودا. فقلت بقى يعني حمله هيبقى خفيف انا بقى حمله هيبقى تقيل. فرحت رميه بالمحفظه كده كده. طب يا استاذ صابر احنا اسفين للي حصل. ممكن سيادتك تفضل تراب. يعني انا بريء يا بيه؟ بريء. السلام عليكم. السلام. يا حد يروحني بيه. يا عسكري. عسكري بس روح صلوا بقى. بس اما اشوفك تاني ما عدلت لك عينيك. سعيد عم شالف متشكرين جدا. ايه وراك؟ صابر بريء يا حبيب ربنا. بريء طبعا مفيش حاجه. هو دي ثابتها 100% التهمه عليه. طب بتاع محفظتي انا صابر ماله؟ صابر بريء يا حبيب ظابط. بريء 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 خلاص مفيش حاجه. مع السلامه بقى. مع السلامه. اتفضل. مع السلامه. مع السلامه. النشالين بهم كتير. مفيش يعني غير النشال ده اللي ينشلك. انا عارف. ولما هو معرفش ينشلك وساب المحفظه وجري لازم يعني تمسكه توديه الاسم. لا دي خدمه للمجتمع. طب يا اخويا خدته وخدمت المجتمع ووديته الاسم. البلد ما هي مليانه اقسام. لازم يعني الاسم اللي فيه صابر حظه كده. اسمته كده. اسمته هو ولا اسمت انا اللي بلتني بيه؟ الله وانا مالي. امال مال مين بقى تيجي لوحدها ويخش السجن ما يطلعش اللي على ايديك انت؟ ما بقول نجننه بقى ونخلص. انت هتجننه انت؟ ده لو كان مجنون هتعقله هتخليه حكيم زمانه. لا من فضلك. ده دي بقى بالذات اختصاص. ده انا مودي سارتي المجازيب 5 6 مرة واحدة. ليه عملت فيهم ايه؟ اتجوزتهم. انا كنت فاكرك هتقولي لي يلا بينا على نادي الجزيرة. كان نفسي اشوف. لا نادي الجزيرة ده كان زمان. يعني ايه؟ تعرف يا صابر ان انا كنت بكذب على روحي. ما كنتش بحب حد. كنت خايفه لا اعرفه حقيقه نفسي. انما دلوقتي مش هرمي حد خالص. قد ايه الانسان بيبقى سعيد لما يبقى عايش في حقيقه مش كده ولا ايه؟ معقول يا استنى انت اللي بتقولي الكلام ده؟ انت مش مصدق وداني ليه؟ مش هترجعي الكلام ده تاني. احنا بنلعب ولا ايه؟ طب نعم. انت مش جعان؟ قوي. انا جعانه. يلا بينا نقوم نتغدى في حد. تعالى بس اقعد هنا. انت معاك فلوس؟ طبعا. طب ايه رايك بقى ان احنا هنقعد نتغدى هنا سميت؟ سميت؟ سميت وجبنه سميت ودقه ونشرب كزيزه. ايه رايك؟ لا 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 يا نسا ساميه ده تبذير واسراف وبعدين الميزانيه دي هتبوظ معايا. لا معلش المره دي وبس. الفسحه الجايه اوعدك قرطاس ترمس فقط لا غير. ايه رايك؟ يعني نديها ترمس ودقه. انت هات حد قالك انك طعم قبل كده؟ كتير. يبقى مفيش غدا بقى. استنى بس بهزر. ولا يا بتاع السميت مفيش وقت للكلام ده كله. المحامي خلاص 2 3 وهيكون هنا. سيبنا انا اللي افكر ازاي اجننه. اتفضل يا سيدي فكر وانا عايشك. ايه 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 ده بقى؟ ده جهاز جايبه معايا. اختراع جديد هيساعدني انه يخلي صابر يبان قدام الناس زي المجنون. وبعدين؟ هيحولوه لدكتور امراض عصبيه عشان يقرر اذا كان مجنون ولا لا. ساعتها بقى نديله واحده من دي قبل ما يشوف الدكتور. ايه دي؟ حبوب الهلوسه. هيهلوس قدام الدكتور هيقرر انه مجنون ويحوله لمستشفى الامراض العقليه. طب بس بقى انا عايز اعرف الجهاز ده بيعمل ايه. الجهاز ده بقى انا عايزك تفتح مخك كويس قوي علشان تفهم بيعمل ايه. لان ده هيبقى شغلتك انت. شغلتي انا؟ ايوه. ما حصلش. وصل الامانه لسه معاه لحد دلوقتي.
انت اصلك يا ذرية هانم بتكرهي عزت ومتصورة كل حاجة وحشة فيه. يا استاذ زكريا انا متأكدة من اللي انا بقوله، واتصلت بالحج فرج اللي كان عاوز يسحب المبلغ علشانه، اتضح لي انه لا طلب منه لا فلوس ولا حاجة. يعني معنى كده ان عزت لعب لعبته عشان يكتبك وصل الامانة وتبقى رقبتك انت وبنتك في ايده. انا وبنتي؟ قصدك ايه؟ بكرة هتعرف لما يتقدم لنبيلة ونبيلة ترفضه. الظاهر يا ذرية هانم ان مسألة الجواز بالنسبة لعزت مضايقاك شوية. انت شايف كده؟ خلاص انا عملت اللي عليا ونبهتك. وعلى فكرة نبيلة اتخطبت. الف مبروك. لمين؟ شاب اسمه يوسف، والخطوبة هتتعلن ان شاء الله الاسبوع الجاي. وعزت عارف الحكاية دي؟ لا ما افتكرش انه عارفها. على كل حال مفيش حاجة هتستخبى. مظبوط مفيش حاجة هتستخبى. لا بحبها، بصحيح بحبها. عشان فلوس ابوها مش كده؟ فلوس ابوها ايه؟ انت عبيط. يبقى فلوس امها. امال فلوس مين؟ فلوس ابوها خلاص بقوا في جيبي. وصل الامان ونصيب في الشركة بالظبط قد نصيبه. طب واللي يحب واحدة يحبها بالارهاب بالتهديد؟ بصراحة نبيلة اول واحدة في حياتي تقولي لا، وانا مش متعود على كده. انا كنت فاكرها الاول بتتقل، لكن اتضح لي بعد كده ان الواد صاحبك ده مأثر عليها. يوسف؟ ايوه يوسف. عشان كده عاوزين نشوف طريقة نبعدهم عن بعض. وناديه لي بعد الظهر في المكتب عشان تقولي كده. ايوه علشان انت اللي هتساعدني في تنفيذ خطتي. بخبطة واحدة هنقدر نخلص من يوسف وكمان سهير. خطة هايلة مدهشة عبقرية. طبعا انت عارف ايه هي الخطة؟ طبعا. ايه هي الخطة؟ الله، امال بتقول انك عرفت الخطة؟ انا قصدي يعني ان الخطة اللي تعمل كده تبقى مدهشة عبقرية ده شيء واندفنول، انما ايه اللي حلم يوسف على سهير؟ لمؤاخذة ها؟ انت؟ انا؟ ايوه انت. تعالى بقى اقول لك بالظبط ايه هي الخطة. قعدي يقول لي نصورهم سوا وبعدين نقول لسهير هنهدده ونبيعه الصورة عشان نبيلة لما تشوف الصورة تزعل، لاني عشان مش عارف حاجات ملخبطة. انا شخصيا ما فهمتش حاجة. يعني سمح لك تروح شقة سهير عشان تعمل الحكاية دي؟ ايوه. ما هو قال ايه؟ قال عشان انا هعملها من وراه ولما يشوف الصورة يزعل. خلاص روح لسهير وقول لها الحكاية دي عشان تعرف انه كان بيخدعها. ابو فريدي عارف ان انا قلت لسهير كل حاجه. مش هتقول له عشان تفضل محتفظه بيك، واذا قالت له ما يهمكش عزه لان مهمتك انتهت معاه. مهمتي ايه بس؟ ما هو انا ايه ده؟ مالك انت طبخين ملوخيه؟ ده البرفان. طبخين برفان حلو. طب خلاص خلاص. الله انت زعلتي مني ولا ايه؟ بالعكس ده انا مبسوطه منك قوي، مبسوطه منك خالص. ربنا يخليك ويفتحها في وشك يا رب. عايزه منك خدمه. لا إيه؟ مش النهارده بقى، انا تعبان خالص. الفرده اليمين عندي ضربت. الفرده؟ فرده الجزمه اليمين طول النهار ماشي على الشراب. طب الخدمه اللي انا عايزاها منك ان عزت ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، واذا كنت عايز تعرفني بيوسف عشان عزت يحس انك بتنفذ له طلباته انا ما عنديش مانع. لا يوسف ده حكايته انتهت خلاص، اصله خطب نبيله. دوري هانم لسه قايله لي كده دلوقتي. وعزة تعرف انه خطب نبيلة؟ لا لسه. يبقى لازم يعرف بكرة الصبح. خد دول. دول اشتري بيهم فرد الجزمة؟ لا. ليه؟ شربات الست نبيلة على حساب الأستاذ صادق. كل طلباتكم النهاردة على حساب الأستاذ صادق علشان كل الناس تعرف زي ما أنا عرفت. طب أفهم بقى، أنت عرفت منين إذا كانت نبيلة ويوسف متفقين ما يقولوش لحد إلا يوم الخطوبة؟ أنت بقى عرفت منين؟ عرفت بقى وخلاص. يا حسن. أيوة يا بيه. دخلت الشربات للأستاذ عزة؟ هو كمان؟ طبعا. وجب نعمل له بقى طلب مخصوص. وادي له كوباية واحدة. إذا طلب حاجة زيادة بقى حاسبه. ألف مبروك يا أنسة نبيلة. عقبال البكار إن شاء الله. متشكرة قوي ولو إنها جت متقدمة شوية. إيه ما فضلش غير أنا وأنت يا ابني. ليه؟ والأستاذ عزت ما هو كمان لسه ما اتجوزش. عمل إيه؟ كده؟ ومين اللي قاله؟ لا مش أنا طبعًا. طيب وهو كذلك.
ايه الحكايه؟ ده صابر بيوزع شربات في الشركه عشان خطوبت انا ونبيله. دي بقى فرصه وهو مبسوط كده تروح عشان تديله ميعاد الليله دي عشان نستعمل معاه الجهاز. ان جيت الحق انا مش مصدق حكايه الجهاز ده. لا انا مجربه كويس قوي. انا مش قلت لك انك طلعت انبه مما تصور؟ الواحد هيبتدي يخاف منك بجد. ليه بقى؟ حكايه الشربات دي حكايه ذكيه جدا علشان كلهم يعرفوا انك معاهم والحكايه بتاعتنا تتم بنجاح. الحكايه بتاعتنا؟ قصد سيادتك حكايه يوسف وسهير. طبعا الخطوبه دي مش هتطول ولازم تنفسخ. ازاي؟ انا قلت لك مفيش حد يقدر يقول لي لا. لا ما قلتليش. مش ده المهم. امال ايه؟ انا اصلي انت اصلك انا عارفه. انت قول لي بتضحك ليه؟ تصور ان نبيله وساميه أيوة. لما يشوفوا عليهم ريس هايف ما يساويش ثلاث تعريفه. بعد ما كانوا هم اللي بيشغلوه بقى هو اللي بيشغله. حسيتك ان انا ما اسويش ثلاث تعريفه؟ لا 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 ده رايهم هم. لكن أيوة. انت بالنسبه لي ذكي 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 زياده عن اللزوم كده. ودلوقتي اتفضل يا استاذ صابر على مكتبك يا مدير الحسابات. السلام عليكم. مدير مين؟ انا القرار اتمضى خلاص. وعلى فكره أيوة. فيها علاوه 10 جنيه. 10 جنيه ليه انا؟ كلهم. وانت فيش. بس انا مش هفوت لك. سلام عليكم. وماله؟ مبروك يا صابر. ايوه انا جاي القرار ووافقت عليه. ده معناه ان سهير ما قالتلوش على حاجه. خليك معاه. مع السلامه. مش معقول. مش ممكن. مش ممكن ليه؟ ما هو قرار اداري عشان كده تلاقيه كان بيوزع الشربات. يعني هو كان عارف؟ بصراحه بقى هو عارف من امبارح بالليل. الواحد لازم يتكلم بقى يا اخي. ده انا ادم منه من 5 سنين. يا قال يا كمال. لا ما قالش بقى. دي بقت كوسه على الاخر بقى. ايه الحكايه يا كمال؟ الاستاذ صابر يا ستي. ماله؟ كان عند ست هانم امبارح بالليل. ست هانم مين؟ دريه هانم طبعا. وعرفت منين؟ البيت الشغال اللي هناك تبقى اخت حسن الساعي، هي اللي قالته على كل حاجه، ده كل يوم والتاني هناك. والله يا عيال. بقى علشان كده ساميه عقلي ما تتصرفيش اي تصرف كل ما تقعدي معايا وتتفهمي معايا وتفهمي منه ايه الحكايه. افهم منه ايه بقى؟ ما الحكايه واضحه زي الشمس. ايه اللي هيتفهم تاني بعد كده؟ استاذ يوسف. ايوه تلغراف. كويس. لو سمحت اجل الحجز اللي كنت قلت لك عليه، المحامي هيتاخر اسبوع كمان. تحت امرك في اي وقت يا فندم. ايه ده؟ انت لسه هنا؟ لا لا ما انا رايح اهو. ما تيجي معايا. لا معلش علشان بس ما تبقاش باين قوي. انا نازل السوق الف شويه علشان اشتري هديه لنبيله. وانت يلا قبل الشربات ما يخلص. لا ما انا هروح قبل الشربات ما يخلص. طب ما يلا يا اخويا روح. عاوزك تكون معاهم حمش. طبعا يا فندم. اتفضل دلوقتي. زمانهم قروا القرار. لما اشوف هتعمل معاهم ايه. هعمل ايه؟ نظام وادب ونظافه. انا هحمل موظفين بنفسي. سلام عليكم. الو اهلا سوسو. والله كنت مشغول قوي امبارح. طيب الليله دي لازم اشوفك. ايوه عايزك في حاجه مهمه. لا من غير ذكريه. اظن كلكم قريتوا القرار بتاعيني مدير للحسابات. وانا لما ابقى مدير للحسابات يعني مصيبه كاينه جت للشركه اللي هو انا. المواعيد الساعة 8، الساعة 8 بالدقيقة، الساعة 8 بالدقيقة تكونوا موجودين. 8 هي دقيقة تكونوا واقفين في الباب بره وأنا هقف لكم هنا ورا الباب. مفيش تأخير، مفيش تليكوف في الشغل، مفيش فطار في الشغل.
بقى انا بقيت مصيبه لما ابقى مدير الحسابات، انت بالذات خلي بالك مني. مفهوم يعني ايه؟ وانت يا انسه تيجي في معاني، وانت كلامي مفهوم؟ كلامي واضح. بعد دقيقه حول انصراف عشان انت واقف قدامي ليه؟ واقف قدامي ليه؟ اتفضل. بعد دقيقه ونص اتفضلوا عشان هتمم مع الحسابات. اتفضلوا يا اساتذه. ايه؟ مين وقع؟ ها؟ اتفضلوا. تعرف الترقية دي تمنها ايه؟ 10 جنيه في الشهر. لا قصدي تمنها اللي دفعته امبارح لدرية هانم. احنا نرجع الحكاية دي تاني. انت مش كنت عندها امبارح بالليل؟ اتكلم. ايوه بس ده كان عشان. طب اتفضل بقى خد دي وكل اللي بيننا وبين بعض انتهى خلاص. سامية ايه ده؟ سامية ده قرارك النهائي؟ ايوه. قولي لها حاجة نبيل. سامية علي بلاش كده. لا خلاص. يا سامية علي بلاش كده. سامية اصل انا ابوس ايدك بلاش يا سامية. والله عارف دي طريقة كلام مدير حسابات مع الموظفين بتوعهم. اصل يا فندم حضرتك يعني لسه انا ومع ذلك بتتفرجوا على ايه؟ البيل مدير واقف اتفضلوا. الحسابات كلها تتراجع ولما في حسابات يبقى في حسابات مش عايز تنفس. ايه رأيك؟ تعال عاوزك. حاضر. البسي دي. لا مش لابساها. بليز. لا تاخدي برد. صباح الخير. اهلا سواء. صباح الخير. ما فين يا اخويا الشربات اللي بيقولوا عليه؟ ايه مالكوا ساكتين كده ليه؟ حصل حاجه؟ الشربات بقى قهوة سادة زي بعضه هيتنفع. لا ما تنفعش. وبعدين سيادتك ممنوع تقعد هنا. اتفضل مع ألف سلامة ومتشكرين قوي. يلا مع السلامة. ده أنا جاي أقابل الأستاذ صبر. ما هو الأستاذ صبر هو اللي قال كده. جرايد مفيش، زوار مفيش، تريكو مفيش. تريكو مفيش؟ أيوه الأستاذ صبر هو اللي قال تريكو مفيش. آه عشان هو بقى مدير الحسابات. وتفضل بقى مع ألف سلامة ومتشكرين قوي. طيب بس يعني أستاذ. يعني اتفضل يا أستاذ. بس يعني اتفضل. سيادتك متأكد ان الاستاذ صابر هو اللي قال تريكو مفيش؟ اتفضل يا استاذ بقى اتفضل. حاضر. لا كده تريكو مفيش دي ايه ده؟ انت لحقت ترجع؟ ما انا ما لحقتش اروح. ليه؟ الاستاذ يا سيدي اترقى بقى مدير عام الحسابات ومنع الزوار، طردوني. ده مين ده؟ الاستاذ صابر وقال لهم ممنوع التريكو كمان. صابر بقى مدير الحسابات؟ على العموم ما يهمش، مش ضروري ننفذ الليله دي على ما نوضب الجهاز اللي فوق. طب والمحامي اللي جاي ده؟ وانا ما قلتلكش؟ لا بعت الاغراف هيتاخر اسبوع. طب كويس. بس على ما يفوت الاسبوع ده يكون صابر في سرايه المجازين. والله يا ولني ابتديت اشك في الحكايه دي خالص. قاعد مكشر دلوقتي وعايز اضحكك. طب بلاش دي بقى، خد بقى حاجه عندك تانية. زهره بريه نشات وترعرعت في جو. اسكت يا صفا اسكت، مش عاوز اسمع حاجه خالص. ليه بس؟ ولا نكت ولا زفت. طب مرة واحد دخل مطعم مش ان شاء الله ما طلع. طب خرج منه. طب ده كلام. اسكت يا صفا يا اخي. امال اعمل ايه بس عشان تبتسم؟ مش عايز نكت ولا حكايات. ما اشربش الشاي اشرب ازوزه. انا صفا اخرس بقى. الله قلت لك ماليش نفس اسمع الغنى ولا نكت ولا حاجه ولا اشرب شو. الغنوه دي ما بحبهاش، بتاع عبد السروجي دي، الحاجات القديمه دي ما بحبهاش. دي مش بتاع عبد السروجي، دي بتاع صلاح ناظم. ما بحبهاش كده. امال تشرب ايه؟ مش عايز اشرب حاجه، عايز اشرب سم. سم ايه ده؟ انت عاوز تنتحر؟ صفا ساميه. ساميه قالت لي كل اللي بينا انتهى ورمت الدبله في وشي. كان بقي مفتوح ساعتها، كنت هبلع الدبله ربنا ستر. ده هي بتتقل. اتقل انت كمان وهي تجيلك لغايه عندك. فكرك كده يا صفا؟ يعني ممكن اتقل وترجع لي؟ من بقك لباب السماء يا صفا، اصل بحبها قوي. يا رب ما تحرمني منها. عايز اسمع حاجه حزيني. في غنوه بتاعت ابو لطيف. قولها. تحرموني منه تبعدوني عنه تحرموني. لا اجي معاكي. ايه انت لازم تكوني لوحدك. وزي ما قلتلك خليكي ناعمه قوي، هتلاقيه اعترف لك بكل حاجه. بقى معقول يعترف لي ان بينه وبينها علاقه؟ لا هيعترف لك ان عزت ليه دخل بكل اللي بيحصل ده. ياريت ياريت يا بلبل، انا اصلي ما كنتش فاكره اني بحبه للدرجه دي. اتفضل.
مش قلت لك يا عم؟ قلت له على ايه؟ ما يشربش السم. سم؟ اخس عليك يا صابر، انت كنت عاوز تشرب سم؟ اخس عليك، وعيش من بعدك ازاي يا صابر؟ ما هو انت اللي. انا اللي ايه؟ انت ايه؟ ايه بس؟ ايه؟ لا. فين الدبلة يا صابر؟ اهي حطها في ايدك. حاضر. من ساعة ما خلعتها من ايدك وانا حاسة اني روحي مسحوبة مني، حاسة اني مخنوقة. نحن هنا على ايه؟ امبارح وانت عند دور الهانة كنت بتقولوا ايه؟ انا يعني كنت بتكلم معاه. يعني الموضوع اللي كنت بتتكلموا فيه ايه هو؟ انا اصلي كنت بتكلم معاه بقى في الكلام اللي كنت بقوله لها. اصل ده موضوع صعب قوي يا سامي. صعب؟ يعني ايه صعب؟ ده سر بقى مش ممكن اقول لحد عليه. وبعدين معاك يا صابر، انت هتزعلني منك تاني ولا ايه؟ وانا مش خطيبتك ولازم اعرف كل اسرارك؟ ايوه حياتي، اسراري انا تحت امرك، بس دي مش اسراري. امال اسرار مين؟ لا اسرار مين، ده موضوع ما يتقالش. يعني ايه؟ انا مش من الناس اللي. ليه بقى؟ اصل إيه؟ الاستاذ عزت بيحب ست نبيل. وبعدين عاوز يفركش جوازتها مع الاستاذ يوسف. ما وبعدين كمان بيهدد الاستاذ زكريا بورق في ايده. وبعدين تيجي بقى ست دوريه هانم قالت لي يا صابر صاحب الاستاذ عزت وعرف كل اسراره وما تقولش لحد، لا الاستاذ زكريا لا للاستاذ زكريا ولا النبيله ولا حتى ساميه. مش كده؟ ما اقدرش اقول لحد عليها ناس، دي مش اسراري انا. لو اسراري انا تحت امرك يا حبيبتي. لا 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 بلاش تقول لحد خالص. انت زعلتي ولا ايه؟ لا وهزعل ليه؟ طب ليه بطلتي تعملي لي في شعرك كده؟ ده انت حنينه قوي يا سامي، لو تعرف انا بحبك قد ايه. بس افهميني يا سامي، ما اقدرش اقول لحد على حاجه زي دي، ده في ناس اتمنوني. يا حبيبتي رجعتي لي تاني. ساميه ما تخسبنيش ان اقولك على حاجه. حبيبتي وطبخين سمك يا عينيا، انت ايديك بتخشني ساعات. سامي انا حبي حبي ده بقى اخر مرة اخر مرة اخر مرة اخر مرة انجد حق طلبك ده كان مفاجأة كبيرة قوي ليا. البنت تقريبا مخطوبة للجدع اللي اسمه يوسف ده. ايوه ده شاب ما نعرفش عنه اي حاجة. ثم نضمن منين يا استاذ زكريا انه مش طمعان في فلوسها؟ انت عارف انا بعزك قد ايه، لكن بالشكل ده انت بتحطني في موقف صعب قوي. انا خلاص اديته كلمة. ايوه بس والبنت كمان بتحبه. على العموم انا واثق ان حضرتك هتفكر في الموضوع، ثم كل شيء ممكن يتدبر. على اي حال الموضوع اولا واخيرا متروك للنبيلة، نشوف رأيها ايه. متأسفة قوي يا بابا، متأسفة ان اقول لحضرتك لو مفيش رجالة في الدنيا غير عزة ده مش هتجوزه. خلاص يا بنتي على راحتك، انا بكرة هروح الشركة واقول له ان الموضوع ده انتهى خالص. حاضر يا فندم. كلم الاستاذ عزت يا صابر. استاذ صابر من فضلك سيش ان انا دلوقتي بقيت مدير الحسابات. يعني كان بيتكلم جد امبارح؟ لا طبعا، ده حتى بابا جوه دلوقتي بيبلغوا الراس. يبقى هيهددوا. يهددوا بايه؟ صابر بيقول بورق في ايدينا عزت. الحساب طلع مظبوط يا انسه نبيله. وريني كويس. امال فين توفيق؟ بيبيض الكشف وجاي حالا. ما حصلش. يعني الاستاذ زكريا ما سلمكش مبلغ ب20,000 جنيه عشان توردهم في الخزنه باسمي؟ يا فندم ما حصلش. حضرتك يا بيه سلمتني مبلغ زي ده؟ لا. اهو بيقول لا الحمد لله. يعني ما استلمتش منه اي حاجه؟ الراجل بيقول لا هي عافيه. طب اتفضل انت دلوقتي. ايه راي جنابك؟ هو ده اللي هيحصل في المحكمه. يعني بتهددني بالوسط اللي عملت نفسك بتقطعه قدام عيني واحتفظت بيه؟ وفاكرني هبيع بنتي بمبلغ زي ده؟ لا،
ما تنساش ان عقد بيع نصيبك في الشركة هيتنفذ. طيب والورقة اللي عند الضرايب؟ ضرايب. استاذ زكريا، من مصلحتك انك تخلي نبيلة توافق. ما تخافيش، هي صدمة عصبية جديدة أثرت عليه. يعني مفيش أي خطر على صحته يا دكتور؟ والله إذا كانت الصدمة اللي سببت له الحكاية دي ممكن تنتهي هيكون أحسن، وعلى العموم هو مش لازم يسمع أي أخبار مزعجة. عن إذنكم. مع السلامة يا دكتور، خلينا نشوف. أنا نبهته إن كل ده هيحصل، لكن للأسف ما صدقنيش. ما عندوش ضمير الجدع اللي اسمه عزة ده أبدا. لكن أنت لازم تفضل صاحبه زي ما أنت. لحد إمتى؟ لحد ما تنقذ زكريا من اللي هو فيه. انا انقذ زكريا؟ محدش غيرك يقدر ينقذه. ازاي؟ تاخد الورق اللي معاه، ما كانش كده يبقى نبيلة لازم تضحي وتتجوزه. طب افرض انا خدت الورق اللي معاه، اجي الاقي نبيلة ضحت واتجوزته، يبقى انا خدت بومبا كده؟ يعني عايزني اعمل ايه؟ اسيبه لما يموت؟ لازم اضحي وتتجوز عزت؟ مفيش قدامي غير كده عشان انقذ بابا. وانا يا نبيلة ما فكرتيش فيا؟ يوسف احنا الاثنين لازم نضحي، وتأكد اني هكون اتعس مخلوقة في الدنيا. مش ممكن، مش ممكن، انا لازم انقذك وانقذ سعادتنا. طب وناوي تعمل ايه؟ المهمة اللي انا جاي علشانها هتنتهي النهاردة بكرة، وبعد اسبوع هيكون عندك اي مبلغ انت عايزاه. طب في الاسبوع ده مش جايز عايزة تتصرف ويتخذ الاجراءات القانونية اللي عاوز يعملها ضد بابا؟ افتكر ممكن تطلبي منه مهلة اسبوع تفكري فيه، وفي الاسبوع ده يا إما نجحت وأنقذت كل حاجة، يا إما فشلت وابقى انتهيت من كل حاجة. انت دلوقتي أثبتت بصحيح إنك بتفكري كويس، وما كانش في داعي تخليني ألجأ للعنف عشان توافقي. أنا ما قلتش إني وافقت، لكن أنا واثق إنك هتوافقي، خصوصا بعد ما تديني فرصة خلال الأسبوع ده إنك تعرفيني أكتر شوية. أفتكر كان في فرصة كفاية إني أعرفك. لا 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 لا، مقابلات الشغل والمكتب دي ما تنفعش، ده أسبوع واحد هتقرري بعد كده يا يا لا. قلتي ايه؟ مفيش مانع، بس على شرط. تحت أمرك. تزور بابا وتفهمه انك قلت الكلام ده عشان كنت متضايق، وتقول له ولو بالكذب انك سحبته. بس كده من عينيا، واتمنى بصحيح ان اسحبه، بس ده في ايدك انتي. انتي عارف ان انا بحبك ومستعد اعمل اي حاجة عشان تكوني راضية عني. عن اذنك. على فين يا استاذ؟ الله، سوسو انت هنا؟ ايه حاجة تضايقك؟ بالعكس، حاجة ظريفة اوي. انا حبيت اعملها لك مفاجأة. دي مفاجأة سعيدة جدا. على فكرة انا كنت نازل رايح لك. صحيح، انا وفرت عليك المشوار وقلت بالمناسبة أهني. تهني؟ أهنيك على الخطوبة. هو أنت مش خطبت نبيلة بنت الأستاذ زكريا وبالأمارة رفضت؟ طول عمرك عقلك هيفضل صغير، ما أنا خطبتها مخصوص عشان ترفض. بقى كده؟ طبعا، علشان يكون في مبرر أستعمل الورق اللي معايا، ما هي قدامي من زمان وكانت هتموت على كلمة مني. ما رضيتش أخطبها إلا لما عرفت إنها اتخطبت، وكل ده علشان خاطر عيونك أنت، علشان تتجوزي راجل غني. بس بقى، انت هتفضل تضحك عليا لغايه امتى؟ اضحك عليكي؟ مش عيب تقولي كده يا سهير، بقى كل اللي عملته ده علشانك، وفي الاخر تقولي لي بضحك عليكي؟ شوف بقى، ما اقولك المأذون جاي في بيتي يوم الخميس الجاي، لو جيت اهلا وسهلا، ما جيتش مش عايزه اشوف خلقتك بعد كده، وانا هعرف ازاي انتقم منك. تصور بقى، هو اللي خلانا نجيلك الليله دي كده اهو، من غير ما اعرفه ولا عمره شافني. ما هو ده الشيء الغريب، اول ما قابلنا قال لنا في واحد صاحبكم اسمه صابر ضايع منه حاجه وبيدور عليها كده، من غير ما تجيبوا له سيره. تصور بقى. غريبه اول حكايه دي. ليه انت ضايع منك حاجه؟ لا هو مش ضايع، هو في واحد مخبي حاجه وعايز اعرف مخبيها فين عشان اخدها. تبقى هي دي الحاجه اللي قال لنا عليها الدكتور. دكتور؟ هو البي دكتور؟ ايه مش عاجبك؟ لا يا فندم، لا مؤاخذة، انا ما قلتش مش عاجبني، بس هو دكتور في ايه؟ ده دكتور روحاني. روحاني؟ امال هو عارف ازاي ان ضايع منك حاجة؟ روحاني يعني يعرف الحاجات دي؟
يا عم انت بتصدق الكلام ده؟ ده تلاقيه صايع وانتوا جايبينه من على القهوه. ايه ده؟ هو البي بيعمل كده ليه؟ علشان دكتوره زعلته. يا عم زعلت مين؟ ده نصاب. صابر وبعدين انت مش قده. مش قده ايه يا اس يوسف؟ ما رجل ايه يعني؟ هيعمل ايه يعني؟ قصدك على النجفة؟ تحب اخليها تنزل تنتج فوق دماغك؟ لا 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 لا، ما معلش يا دكتور علشان خاطري. ايه رايك؟ مش ناوي تخاف بقى؟ اخاف منين يا راجل؟ ده بكاش، كل ده خدع نظر، كل ده كذب. هو هيحزن، هلبك على بوزك. يعني مش عايز تصدق؟ روح هيزيق تاني. اسمح تقفل الراديو؟ اقفل الراديو مين يا راجل يا مجنون؟ انت الراديو مقفول. هيقول لي اقفل. انت متاكد؟ طبعا. عظيم. مكانك انت وهو، اوه حد يتحرك. ده بيتكلم من بطن. انا قلت مكانك انت وهو. ايه؟ طاهر اقعد مكانك. اقعد اقعد اقعد. في المكان. الله. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ الرصاصة الطائشة. مسلسلة في حلقات يكتبها ويخرجها أحمد العريان. الراديو يا أخي. اسأل نفسك قوم اقفله. راديو؟ الراديو مين اللي شغله؟ أنا ما شغلتوش. اشتغل لوحده كده. طب هقوم اقفله. مش هسكت لك بقى. بس أنت عفريت، والله عفريت. بس مش عليا أنا هفرجك عليه. هقفل الراديو. أحمد العريان، أنا مالي مال أحمد العريان. أهو. والآن إليكم الحلقة الأولى من القنبلة الجهنمية. إيه ده؟ مين اللي شغاله تاني؟ يا جدع أنتم ما قفلتوش كويس. يا جدع المرة اللي فاتت الوسط المرة دي بيقول قنبلة. ما تروق يا عمنا. أنا هشيل الفيش ويانا يانت النهاردة. فين الفيش؟ أهي. القنبلة الجهنمية تأليف وإخراج أحمد العريان. أيوة يا صابر. بس أنا عايزك تكون لطيف معاه لحد ما تعرف الورق اللي عنده هو مخبيه فين. لا أنا إن شاء الله هدور وهعرف هو مخبيها فين وهجيبها منه بإذن الله. حاضر. مع السلامة. انت الراجل اللي بتقول عليه ده معاك في محل شغلك مش كده؟ ايوه المدير. عظيم جدا. بكرة تروح الشغل وما تتكلمش ابدا. يعني ايه اقعد ساكت؟ لا تغني. اللي كلمك رد عليه بغنوة. ايوه اغني يعني؟ يعني طب ليه بقى الحكاية؟ ما تعترضش يا سيدي. انا مش معترض بس عايز افهم. افهمك، المدير لما يلاقيك بالشكل ده هيفتكر انك مجنون ويخاف منك ويقول لك على كل اللي انت عايزه. يعني بيني وبينك الحكاية دي. طيب انما يعني ما اقولش لحد. افرض حد تاني عارف حكاية ان انا اتجننت دي. قصدك سامية يعني؟ تبقى تقولها بعدين. بعدين يعني؟ أيوة ما اقولش لحد. أيوة. ابدا على الحكاية دي. اسمع كلامي عشان تكسب. انا خايف اسمع كلامك اروح في داهية. حاضر. بوم. استاذ صابر لسه ما جاش؟ لسه يا فندم. طبعا ده مدير حساباته من حقه انه يتاخر. بالعكس يا فندم، ده من يوم ما اترقى بيجي قبل ميعاد. ازاي بابا دلوقتي يا ديسه غريب؟ الحمد لله. زيارتك ليه امبارح عملت له اثر كبير قوي. الحمد لله. اول ما يجي خلوه يجي. حاضر يا فندم. ساميه ما تعرفيش صابر اتاخر ليه؟ لا معرفش، بس من يوم حادثه الاتوبيس وهو بيجي من بيته ماشي، يمكن ده اللي اخره. احسن حتى عشان الواحد يلحق يقرا الجرنان. طب يمه بسرعه احسن وصل. صباح الخير يلي معانا يلي معانا، ده الكرة والغنى وصحانا والطير بيغني. هو
عمره بيعمل كده ليه؟ معرفش، هو ساعات هزاره بيبقى تقيل شوية كده. صابر. نعم يا حبيبي نعم. تلالا. انت ايه شارب حاجة قبل ما تيجي؟ ما دقتوش ما شربتوش ما عرفوش. انت كنت نايم فين يا استاذ صابر؟ سامي تعالي تعالي نشوف الاستاذ عايزة تشوف لنا حل معاه. ايه اللي جرالك؟ استاذ صابر. نعم يا استاذ. الكشف ده مش مظبوط مع الدفتر. وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا بوي وانا مالي. تنن. لا ده مش طبيعي ابدا. انا برضو ملاحظ كده. بقولك ايه؟ ايه؟ خلينا بعيد. وخلينا بعيد. خلينا بعيد يا حبيبي يا حبيبي خلينا بعيد. ايه الحكاية؟ هو فين؟ انا هو انا هو انا هو قمر 14 هو. صابر انت عارف بتعمل ايه؟ سيبوني يا حب سيبوني يا ناس عايش للحب. لا لا ده حالته تعبانة قوي. روحي يا سامي. يلا تعال تعال تعالى 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 خلي الدنيا تعيش فرحتنا. خلي الدنيا تعالى يا اخي تعالى روح روح احسن على مهلك شوية عليك. واحدة واحدة بتجري لنري واحدة واحدة ورانا ايه ده حلاوة الدنيا يا رب رحمتك. الظاهر انه اتجنن. على العموم انا هبعت له دكتور اعصاب على البيت يكشف عليه، لو لقى تعبان يحوله على المستشفى على طول. عزت مين؟ يا مال الشام يلا يا غالي طال المطال يا حلوه تعالي. يا مال الشام يلا يا غالي اديله بطاطس. اظن خلاص الحكايه بقت بسيطه خالص. طبعا حبايه من دي قبل الدكتور ما يزوره يوصل الدكتور يلاقيه استوى وطلب مستشفى المجازيب. حبايه واحده بس. طبعا دي اخر صيحه في حبوب الهلوسه. Thank you.